دابا كنشوفوا الكونغو هي على اليسر، هذه ديال الضحيه ديال داك السيد اللي قتلوا وقطعوا. دابا الطوموبيل هنايا راه واقفه في واحد المكان اللي شويه ضيقت على الطوموبيلات ديال المدرسه. حنا كنشوفوا دابا الطوموبيل ديال المدرسه هنا راه هي خارجه، لان كاين طوموبيلات اخرين. جا العساس مشى دق على الدري، هاد الساعه هو يمكن قطع باه وقتلو قطعو، قال لي حيد الطوموبيل، ها هو انا جايبها. قال لي قول باك حيد الطوموبيل. باه جا هو قال لي راه الوالد راه ما كاينش، شويه غفلو مشى هو خرج الطوموبيل، ها هو جابها دابا هنايا. هي الطوموبيل اللي كانت حابسه قبيله الطوموبيلات ديال المدرسه، لان كاينه مدرسه حره تمايا. كتشوفوا انا هو هنايا هو بغى يرجع مور شرير، يعني الطوموبيل ما كيعرفش ليها، بغى يرجع مور شرير ما عرفش كيفاش كيدير. ها هو كيدير شي محاوله الاولى الثانيه، شتيه هو باغي يرجعها. دابا هنا غيجيب الطوموبيل غيوقفها حدا الباب ديال العماره، يعني فين دابا الاب غالبا غالبا وهذا مؤكد راه قاتلو ومقطعو. انا نقول لكم علاش، دابا تقريبا هذه الصباح ديال الحد، رقم الحد هذا الاثنين، يعني الصباح ديال الاثنين هو دابا مرجع الطوموبيل، حيدها من ديك الباصات اللي كانت معرقله خروج الدخول ديال الطوموبيلات ديال المدرسه. هو هنا غادي يوقفها، راه وقفها هنا حدا الباب ديال تقريبا حدا الباب ديال العماره. بعد ما جا العساس قال يقول باك يحيي الطوموبيل. هنا كنشوفوا هاي العماره اللي فيها الدروش، الدري هو دابا حاليا راه مخرج شي اطراف، راه مخرج واحد الساك كحل وحطهم حدا الدروج، وغادي يمشي يجيب الموتور ديالو. ها هو كنشوفوه هنا، كنشوفوا الموتور ديالو هو حاطو هنايا يعني في ستاسيونيه، غادي يمشي دابا باش يديه باش يهز دوك الاطراف. تقريبا هادي راه شتات العشيه، تقريبا العشيه هنا كما قلت لكم غادي يمشي وغادي يجيب الموتور ديالو ويحط دابا الساك، الساك فيه الاطراف اللي قطع الله اعلم واش اللي يديه بالرجلين، لان كاين جوج المرات غادي يديهم، المره الاولى والمره الثانيه. الساك هو فيه محطوط في الكونت، راه خلاه الطوموبيل راه كتبان لكم ديال باه، راه هي دابا حاطه تما. ها هو دابا جاي جيب الموتور ديالو تمايا. هنا راه التوقيت تقريبا ما بين 3 4 ديال العشيه. دابا هو غادي يهز هاد الاطراف، غادي يهز الساك اللي فيه الاطراف، يعني اليدين هو قطع اليدين وقطع الرجلين. هنا العلم لله ما عرفتش واش اليدين هو اليدين ولا الرجلين، المهم الاطراف نقدر نقولوا السفليه ولا العلويه. ها هو هنا هزو هزاك، غادي يديرو في الموتور، غادي يخرج باش يمشي يدفنو، لأن هو دفنهم جوج الأماكن، دفنهم في المنطقة ديال واد الملح، ودفن أطراف أخرين في شاطئ ولاد حميمون، راه معروف هنا شاطئ ولاد حميمون، راه معروف، جا في الحدود ديال عين حرودة المحمدية، وكذلك واد الملح راه معروف ما بين سانير والكورف. هنا ما نقدرش نحكم واش هادو اللي داهم الشاطئ ولا الحميمون ولا لا. هنا راه راجع دابا تقريبا مرت واحد الساعه، هو رجع، هو راجع يعني تخلص من الاطراف الاولين اللي يدين ولا الرجلين الله اعلم. ها هو هنا رجع، يعني جايب الساك، انا غنشوفو الساك، الساك راه خاوي دابا. هو حط الموتور ديالو، هو هز داك الساك اللي كان دا فيه الاطراف، راه كتشوفوه خاوي. هنا رجع باش يدير العمليه الثانيه كما قلت لكم. انا ما عرفناش في الاول واش داه الواد المالح ولا داه الولاد حميمون، الثانيه كذلك ما غاديش نعرفوا واش هادي مولي تفنوا في واد المالح، لحم في واد المالح ولا اللي لحم في ولاد حميمون. كتشوفوا ثاني هنا ها هو غادي هز الموتور ديالو ثاني كما قاعده، كنحطو تما. دابا راه هبط الساك، والغريب الصدفه انا غنشوف واحد السيده هابطه، غادي تشوف غنلقى واحد السيده غادي تبان هابطه، وراس الساك راه محطوط ثاني كما القاعده، حطوا واحد السيده هابطه بدات ما جابش. سبحان الله العظيم، كتعرفش راه هادي زعما واحد حدا واحد الاطراف ديال الجبته، راه السيده نازله عادي، السيد توا كيتصرف عادي. راه دابا غادي يهز ثاني، المره الثانيه غادي يهز هذاك، كتشوفوا اتجاهات مختلفه، المره الاولى مشى بها اتجاه، دابا راه قلب مشى بها اتجاه اخر.